وهذا سؤال أرسلته أخت مسلمة تقول: انتظمت عندي العادة الشهرية أكثر من 25 سنة، وكانت مدتها 6 أيام، أما الآن فقد أصبحت أكثر من 10 أيام، فهل هذه الأيام الزائدة تعد حيضا أم استحاضة؟ وإذا كانت في حكم الاستحاضة فماذا أفعل؟ وما هي الاستحاضة التي علمتها من الفقهاء؟ الأيام الزائدة على 10 في الحيض تسمى استحاضة عند الحنفية، أما عند غيرهم فلا تسمى استحاضة إلا إذا زادت على 15 يوما. وإذا كانت مدة الحيض معروفة قبل الاستحاضة تعتبر هي الحيض والباقي استحاضة، لحديث رواه مالك والشافعي عن أم سلمة. أما إذا لم تعرف المدة قبل الاستحاضة فيكون الحيض هو الغالب، وهو 6 أيام أو 7، وذلك في المرأة المبتدأة التي لم تسبق لها عادة ولم تميز أيامها. وإذا لم تكن لها عادة سابقة لكن ميزت دم الحيض من غيره تعمل بالتمييز. ثم إن الاستحاضة لا تمنع من العبادة كالصلاة والصوم بعد الاغتسال منها كما قال الجمهور، ويجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور لحديث البخاري. وعند مالك يستحب الوضوء لكل صلاة ولا يجب ما دام لم ينتقض، ويجب غسل الفرج قبل الوضوء وحشوه بقطن أو خرقة، وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت. الله أعلم.